السلام عليكم، معكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. وكما ولفتكم كل نهار جيتكم بآخر المعطيات وآخر المستجدات فيما يخص تطور الوباء في إسبانيا. خليك معنا حتى الآخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الإخوان، وكما ولفتكم كل نهار كنجيكم بآخر المعطيات وآخر المستجدات فيما يخص تطور الوباء في إسبانيا. بطبيعة الحال من بعد الطلبات ديالكم غادي نبدا نعطيكم ان شاء الله منطقه منطقه في اسبانيا كلها. الوباء يعني بدا كيرجع يعني بواحد الشكل كبير يعني مؤخرا. في اخر 24 ساعه تسجلت واحد الارقام اللي هي طايحه بزاف، بالاخص في عدد الوفيات. عدد الوفيات في اخر 24 ساعه تسجلت وفاه وحده في اسبانيا كلها. هذا يعني خبر يعني اللي كيبين ان الوباء بدا كيفقد السيطره ديالو وبدا كينقص الحده ديالو. هذا الشيء هذا يعني معروف، يعني الوباء بدا كينقص في الحده ديالو، فلهذا عدد الوفيات نقص وبزاف. يعني الجسم ديال الانسان كيتغلب على الوباء وكيتشافوا الناس، غير هو الداتوس ديال الناس اللي كيتشافوا ما بقاش كما قلت لكم قبل، ما بقاش كتعطيه وزاره الصحه من 18 ماي. اخر معطى تعطاه هو 150376 حاله شفاء، من تماك ما بقاش عطاو من نهار 18 ماي. قالوا غيبقاو يعطيو كل اسبوع، ولكن ما وفاوش بالكلمه ديالهم، يعني ما وفاوش بالوعد ديالهم وما عطاوش الحاله ديال الشفاء في هذه من هذه اسبوع، مع انه واحد الداتو اللي هو مهم بزاف وهو كيعطي الامل للناس. في اخر 24 ساعه سجلات كما قلت لكم حاله وفاه وحده و182 حاله عدوى جديده، اللي يعني هي كتمثل في 50 حاله قل من اليوم ديال البارح. في الاجمالي تسجلات 237906 اسبانيا حاليا كتسجل 237906 ديال العدد ديال الاصابات بصفه عامه، و27119 حاله عدوى يعني في الاجمالي. غادي نشوفوا دابا حاليا منطقه بمنطقه، يعني كومونيداد اوتونوما كومونيداد اوتونوما، شحال واصلين كل كومونيداد اوتونوما شحال واصله بالضبط، لا من حالة من جهة حالة الوفيات ولا من حالات الإصابات. كما قلت لكم الناس اللي تشافات الداتو هذا اللي يعني آخر معطى تعطى عليه هو نهار 18 ماي 150376. غادي نشوفوا دابا عدد الناس اللي توفات للأسف في كل منطقة في إسبانيا. أولهم هي مدريد، توفوا فيها 8691 شخص للأسف. كتبعها كاتالونيا ب 5584، كتبعها كاستيا لا مانشا ب 2954، كتجي موراها كاستيا ليون ب 1922، كيجي موراها البايس باسكو ب 1424، لا كومونيداد فالنسيانا كتجي ب 1332، كتجي من موراها اندلسيه ب 1404، كتجي من موراها اراغون 826، كتجي موراها غاليسيا ب 608، 490 في نابارا، 507 في اكستريمادورا، 360 في لاريوخا، 310 في استورياس، 209 في باليارس، 202 في كانتابريا، 151 في كاناريس، 148 في مورسيا، 4 في سبتة و2 في مليليا. هادو هما الحالات ديال الوفيات اللي تسجلات في اسبانيا للاسف ملي بدا هذا الوباء وبسبب هذا الوباء. غادي ندوزو نشوفو العدد ديال الكونتاخيوس في كل منطقه لاش وصل. كما قلت لكم في مدريد كتبقى هي الاولى ب 68451، كتبعها كاتالونيا 58427، كاستيا ليون 18682، كاستيا لا مانشا 17068، بايس باسكو 13489، اندلسيه 12639، 11160 في لا كومونيداد فالنسيانا، 9115 في غاليسيا، 5656 في اراغون، 5223 في نابارا، 4044 في لا ريوخا، 2961 في اكستريمادورا، 2400 في استورياس، 2327 حاله في ايسلاس كاناريس، 2297 في كانتابريا، 2124 في باليارس، 1593 في مورسيا، 121 في ميليا، و 129 في سبتة. هادو هما الحالات ديال العدوى اللي تسجلات يعني في
إسبانيا كاملة منطقة بمنطقة. كاين بعض المناطق اللي ما تسجلتش فيهم يعني حتى شي حالة ديال الوفاة لمدة أسبوع، يعني هذه أسبوع ما تسجلتش فيهم حتى شي حالة وفاة. وغادي نقول لكم شنو هما، اللي هما أندلسية، أستورياس، باليارس، كانتابريا، سبتة، مليليا، نافارا، بايس باسكو. هادو مناطق اللي ما تسجلتش فيهم حتى شي حالة وفاة لمدة هاد السبعة أيام الأخيرة. وحاليا كما قلت لكم حالة وفاة وحدة اللي تسجلات في إسبانيا، وبالتالي غادي تكون إسبانيا وصلت 27119 الحالة، وكانت البارح 27118 بطبيعة الحال. غادي نشوفوا نهضروا على المناطق اللي خصها تدوز نورمالمون المرحلة جوج. هاد المناطق اللي غادي تدوز المرحلة اللي خصها تدوز، اللي كطالب دابا باش تدوز المرحلة جوج، هي المناطق اللي الأسبوع اللي هادي أسبوعين باش دازت المرحلة واحد. لأن دازوا بزاف المناطق المرحلة واحد، ومن بعد أسبوع دازوا المرحلة جوج مناطق أخرين، وواحد المناطق تأخروا من موراهم. منهم لا كنعتذر، دازوا بزاف المناطق المرحلة واحد، وبقاو بزاف المناطق في مرحلة الصفر. من بعد أسبوع دازوا مناطق أخرين المرحلة واحد، وبقات المنطقة ديال كومونيات دي مدريد، وكاتالونيا بقات فيها السنترو ديال برشلونة، وبقات واحد المنطقة واحد الطرف من كاستيا إلى ليون، بقاو في المرحلة الصفر، ما قدروش يأفونسيو للمرحلة واحد. هادوك المناطق اللي ما قدروش يأفونسيو للمرحلة واحد ما غيطالبوش دابا حاليا نورمالمون، ما غيطالبوش باش يدوزو المرحلة جوج. شكون هما المناطق اللي غيخصهم يطالبوا باش يدوزو المرحلة جوج؟ هما المناطق بحال بالنسيا، أليكانتي، هادوك المناطق اللي دازوا المرحلة جوج من بعد أسبوع ما دازوا المناطق الأولين للمرحلة واحد. اللي دازوا المرحلة واحد كان عصادر من بعد أسبوع ما دازوا المناطق الأولى للمرحلة واحد، اللي هي يعني مثلا مورسيا، ألميريا، بزاف ديال المناطق اللي داز المرحلة واحد. بقى دابا مالاغا، غرانادا، داك المناطق ديال الجنوب، يعني منهم مالاغا وغرانادا، منهم بزاف ديال المناطق بقاو في المرحله واحد، دابا خصهم يدوزوا للمرحله جوج. وغدا ان شاء الله غادي نعرفوا بالضبط شكون هي المناطق اللي غتدوز المرحله جوج. اغلبيه ديال المناطق في اسبانيا غادي تدوز المرحله جوج، والاقليه غتبقى في المرحله واحد. لا كومونيات دي مدريد ما غاديش تطالب هذا الاسبوع هذا باش تدوز المرحله واحد، مع ان الحكومه ديال مدريد هي متوتره جدا، متوتره على وديت بزاف ديال الامور، على وديت الاقتصاد ديال المنطقه. الاقتصاد ديال المنطقه تاثر بزاف، المنطقه ديال مدريد والمنطقه ديال كاتالونيا حتى هي، ولكن بالاخص الحكومه ديال مدريد اللي هي متكونه من الحزب ديال بيبي، يعني قلقه جدا للاقتصاد ديال المنطقه. كيعتبروا بان هذه الازمه هذه هرست الاقتصاد ديال المنطقه بواحد الشكل كبير. كاين بزاف ديال التراصات حلو يعني في مدريد، ولكن الاغلبيه نتاع اش غادي نقول لكم، الاغلبيه ديال النيغوسيوس ديال المطاعم وداك الشيء تحفظوا وما بغاوش يفتحوا في المرحله واحد، واخا كاين اللي عندهم تراسات ما بغاوش يفتحوا. علاش؟ لان خافوا الناس تكون مازال ما بغاتش تمشي للتراسات، مع ان التراسات اللي حلوا كاملين عمرو تقريبا في هذا الوقت هذا. الاغلبيه ديال التراسات عمرو الناس يعني كانت باغا تخرج، كانت باغا تبدل الجو، ولكن يعني ما تغيرش بزاف في المرحله واحد، يعني ما تغيرش بزاف. التغيير الوحيد هو انك تقدر تخرج مع الاسره ديالك، تقدر دير شي حاجه بحال هكا. من غير هادشي هذا ما كانش شي تغيير اللي هو كبير، يعني ما كانش شي تغيير اللي هو كبير. المحلات بقاو تقريبا كما كانوا عليه، يعني المحلات التجاريه قل من 400 متر مربع، ما يمكن اكثر من 400 متر مربع ما يمكنلوش يحل بزاف ديال الامور. فكينتظروا دابا حاليا المرحله جوج، واش غادي تكون فيها شويه ديال الحركه، واش غيكون شويه ديال النشاط، واش غادي ترجع الامور كما كانت عليه. وبطبيعه الحال مدريد يعني سجلت واحد التحسن نوعا ما، مدريد سجلت واحد التحسن نوعا ما، وهذا التحسن كيتشكل في انها في اخر 24 ساعه سجلت فقط 71 حاله وفاه. يعني من 182 اللي تسجلت في اسبانيا كامله، مالفا دائما لا كومونيتي دي مدريد كتاخذ النصف ولا اكثر من النصف ديال الكونتاخيوس. في اخر 24 ساعه سجلت 71 حاله، يعني هذا هو الامل اللي عندهم، ان مدريد يعني ترجع لها الحياه تدريجيا. وطبيعه الحال مدريد هي العاصمه وهي الاساس ديال الاقتصاد ديال اسبانيا، يعني الا تهرس مدريد تهرس الاقتصاد ديال اسبانيا كله. فلهذا هذا هو علاش كاين القلق اكثر من عند الحكومه
على هذه المنطقه هذه. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، نتمنى هذه المعلومات تكون وصلتكم في وقتها، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. تحياتي لكم كلكم، شكرا لكاع الناس اللي كتابع هذه القناه باخلاص بطبيعه الحال. كان معكم سفيان المرزوقي، مقاسم المرزوقي، مساعد مهاجرين في اسبانيا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، موضوع اخر، تكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.